جالي كلام، وصل لي كلام ان طول ما انت بره النادي مش هتخش النادي الاهلي، طول ما انت يعني الناس بتقول ان انت تبع المهندس محمود طاهر، كابتن خطيب مش هيدخلك النادي الاهلي. طب في اكتر من، مش هتروح قناه الاهلي تحلل، مش هتشتغل في بوزيشن كويس. بص انا بجيبها لك بصراحه بقى. بص اقول لك على حاجه، اتفضل. انا المهندس محمود طاهر صديقي جدا وراجل محترم جدا، كابتن محمود الخطيب طبعا صديقي جدا وراجل محترم جدا. طب لكن انا عندي مثال واضح يعني يقفل الفكره دي وتخلينا ندهش، انت ليه مش موجود بقى؟ مصطفى مراد فهمي. يعني المهندس مصطفى مراد فهمي كان نازل انتخابات نائب المهندس محمود طاهر لو تتذكر، قدام العامري اللي كان نائب في قائمه الكابتن محمود الخطيب. مظبوط. كان في اكتر من كده بقى. سيد ابو حفيظ مش اشتغل مع المهندس محمود طاهر مدير كوره مثلا، اشتغل هنا واشتغل هنا. محمد يوسف. طب في اكتر من الانتخابات بقى يعني اساسا هم كانوا في صدام انتخابي. لا انا بكلمك عن الناس اللي جوه الجهاز الفني، حتى اللي جوه الجهاز بس ده صدام انتخاب رسمي معلن. طب انا اقول لك على حاجه، دلوقتي المهندس مصطفى مراد فهمي نائب رئيس شركه الكوره في النادي الاهلي. مظبوط. ليه سمير كمون؟ يعني اشمعنى سمير كمون؟ ما انا بقول لحضرتك انت على فكره المهندس محمود طاهر وكابتن محمود الخطيب كانوا اعضاء مجلس اداره مع بعض. مظبوط. انا كابتن صالح الله يرحمه. مظبوط. صح. مظبوط. كل الناس اشتغلت في ظل وجود الكابتن خطيب والمهندس محمود طاهر وكابتن صالح. اشمعنى انت؟ ما اعرفش، ما هي دي بقى. ما انا هو اللي انا حد قال لي من جوه النادي الاهلي مش هتشتغل انت يا كمونه، مش هتشتغل طول ما الكابتن خطيب موجود. طب انت كان ليك تصريحات معلنه وقتها مثلا؟ لا خالص. مع المهندس محمود طاهر انا اول مره اتكلم في قدامك. انا مش عارف ليه انا فتحت لك قلبي واتكلمت. بس انا بتكلم. خد بالك المج ده فيه حاجه صفراء. اصفره. واخد بالك؟ فهي انا اشتغل يعني كل الناس اشتغلت مع المهندس محمود طاهر واشتغلوا مع كابتن خطيب. وانت رغم ان انت ما صرحتش ولا اتكلمت ولا قلت مثلا، علاقتي كويسه جدا بكابتن خطيب لغايه دلوقتي. طبعا كل المسؤولين حتى اعضاء مجلس الاداره. ما غريبه برضو اللي انت بتقوله ده، يعني افترض حتى في ترفع يعني الاهلي مفترض احنا متعودين منه كده. في اكتر من قناه الاهلي لما انا كنت موجود بحلل الايام المهندس محمود طاهر انا يعني انت ما تخشش قناه الاهلي؟ لا يعني من اول ما كابتن محمود الخطيب بقى رئيس نادي ما هوبتش اروح ضيف. بتروح ضيف؟ بروح ضيف بس انا كنت موجود محلل في محلل انا وليد صلاح الدين والكابتن ربيع ياسين. فتره ضيف عادي كده اللي هو مثلا تطلع تتكلم. بس ما بقتش اروح دلوقتي. يعني يكلموك تعتذر؟ مش بعتذر، انا بيبقى عندي شغل وفي نفس الوقت بص انا زعلان بصراحه. يعني انا بصراحه زعلان. يعني كذا مره كلموني كلموني كذا مره، فانا يا جماعه ده انا مش في الاستوديو التحليلي وكنت موجود قبل كده. قالوا لي لا طول ما انت ما مش هتخش مش هتحلل. حد قال لي كده من جوه النادي الاهلي. طب مين اللي قالوا لك؟ هل حد في الاداره؟ حد في المقربين من واحد الاداره؟ واحد قال لي وخلاص. يعني ما يعني حد ما ممكن يكون حد بيقول اي كلام. لا هو دي كذا مره اتقالت. هل دي رساله يعني موجهه لك عن طريق حد؟ بالظبط. انا عايز اعرف ايه السبب. طب ما حصلش ان انت قابلت كابتن محمود اتكلمت معاه؟ لا للاسف. يعني بس يعني انا كلمت سيادة الوزير السابق العامري فاروق محترمه جدا. لما كابتن خطيب كان تعبان ما كانش بيرد على التليفون، كنت ببعت له رساله وبكلمه، كان التليفون مقفول. كنت عايز اطمن على صحته. عليه من العامري. ايه الاخبار؟ لا تمام يا سمير، هوصل له سلامك وكده. قلت له طب ممكن اوصل لحضرتك رساله؟ قال لي اتفضل. قلت له يعني لو احتجتني حضرتك اتكلم مع كابتن خطيب في اي تغيير، الناس اللي موجوده ربنا وفقها، بنتكلم في المستقبل، لو احتجتني انا موجود. في اكتر من كده؟ لا خلاص. مش الناس مش هيشغلوك. خلاص انا مش هشتغل في النادي الاهلي طول ما الكابتن خطيب موجود والمجلس ده موجود.